عضو مجلس الشعب السوري سيد شريف، لماذا تتأخر السلطات السورية في التعامل مع ملف محتجزي الطائفة العلوية في ريف اللاذقية؟ أولا، الحكومة السورية تنظر إلى كل المخطوفين نظرة واحدة، ليس هناك فرق بين مخطوف في الساحل أو مخطوف في حلب أو غيره. لكن أنت تعلمي أن بعض الأحيان هناك طلبات للخاطفين بالنسبة للموقوفين في سوريا، قد يكون لهم ضلع في القتل في الإرهاب، وبالتالي تعرض للأسماء ومن ثم تقرر الحكومة السورية. سوريا لا تتأخر، الحكومة السورية ولا كما قلت لك تريد أن يخرج من هذه الطائفة أو تلك. بالنسبة لها الشعب السوري هو شعب واحد وليس هناك فرق. وأنا أقول الحكومة السورية تنظر بسرعة في كل المواضيع، ولكن تتوقف عندما يكون هناك طلبات مستحيلة وغير جدية. لكن ربما اللافت والمختلف هذه المرة هذه الأعداد من النساء والأطفال الذين كنا نشاهدهم على الصور قبل قليل، والمناشدات مناشدات هؤلاء للنظام السوري بالتعامل معهم، وإيجاد ربما صيغة ما لإنجاح أي صفقة قد تنتهي بإطلاق سراحهم. أكرر وأقول لك، الحكومة السورية مهتمة بكل مواطن سوري، ولا يمكن اللعب على بعض التصويرات الإعلامية أن الحكومة السورية متأخرة. على العكس، الحكومة السورية بحثت، والرئيس الأسد عندما زار عدرا بالأمس تحدث أن الحكومة السورية معنية بكل إنسان مخطوف، وبالتالي نحن نعمل على إطلاق سراحهم، وإطلاق سراحهم يأخذ بعض الوقت حتى نرى ما هي المطالب من الطرف الآخر ونتعامل معها. المطالب واضحة سيد شريف شحادة، يطلبون أو يطالبون النظام بإطلاق سراح عدد من السجينات في سجون النظام، وحتى هناك كشوفات لأسماء هذه السجينات. ما العوائق الآن التي تحول دون إتمام هذه الصفقة؟ أي صفقة تتم لابد من دراسة الأسماء، لابد من أخذ الوقت حتى نعلم أيضا كم لنا لديهم من المخطوفين. قد يتحدثون عن مخطوفين وقد يخفون البعض، وبالتالي على الحكومة السورية أن تتأكد من عدد المخطوفين ومن أسمائهم. أنا أقول لك بكل صراحة، الحكومة السورية سوف تسعى جاهدة للإفراج عن كل مخطوف في سوريا، وإن طال بعض الوقت العملية سوف تتم بكل نجاح. شريف شحادة، عضو مجلس الشعب السوري من دمشق، شكرا جزيلا لك.